العشب المقدس في ملعب ماراكانا يجف، كآبة في المكان الذي سجل فيه ماريو غوتسه هدف الفوز لألمانيا على الأرجنتين. 6 أشهر مضت على تلك اللحظة التاريخية، ومنذ ذلك الحين لم يشهد المكان أي حدث يذكر بعد استثمار 400 مليون يورو. ظلام في الداخل، التيار الكهربائي منقطع ولا أحد يريد تسديد الفواتير. أحد مسؤولي الملعب يقودنا في جولة لمشاهدة الفراغ الذي يسيطر على المكان. هنا كانت مكاتب منظم الألعاب الأولمبية، هنا نفتقد للشاشات ونفتقد أيضا للأبواب الآلية الضرورية لدخول الملعب. منظم الألعاب الأولمبية ترك الملعب بحالة يرثى لها، لذا يرفض المسؤولون عنه تسلمه بهذه الحالة، فلا أحد يعرف أين كانت هذه الكراسي في السابق ومنذ متى. لا أحد يعرف، لم يحدث وأن تم تسليم الملعب بشكل رسمي، والآن المشروع بأكمله أمام المحكمة، ويبدو أن الأحزاب ترغب في التخلص تماما من الملعب في وقت تتراكم فيه الفواتير غير المدفوعة. ربما يكون من الأفضل إعادة ترميم الملعب، لكن هذا سيتعارض مع الاتفاق مع الحكومة. هنا لابد لولاية ريو كمالك للملعب ومع اللجنة الأولمبية لابد من التوصل إلى اتفاق للبدء في العمل، بعد ذلك يمكن الاستثمار وضمان دفع التكاليف. من خلال مباراة واحدة في الأسبوع كان هذا البار قادرا على الاستثمار في العمل، الآن مقاعده خالية ويكافح من أجل البقاء وحيداً وبدون زبائن. يفرضون على الشعب دفع التكاليف ثم يغلقون أبواب الملعب، هذا غير معقول، فنحن من دفع تكلفة بناء الملعب من أموال الضرائب. لم يكن الثمن زهيدا ولا زلنا ندفع لتسديد الديون. نحن نعاني كثيرا في ريو، وما يحدث في الملعب ما هو إلا صورة للأزمة الكبيرة التي نعاني منها هذه الأيام. ولكن الآن هناك مستثمرون يرغبون بتحمل مسؤولية إعادة ترميم الملعب للمباريات وفتحه أمام الجمهور، وهكذا فالأمل باق بأن إغلاق ملعب ماراكانا ما هو إلا سحابة صيف وتنقشع وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البرازيل.